في تحذير هام انا حابه اقوله للناس، يا ريت ينتبهوا منه. طبعا اول شيء لازم نشيل الاظافر من الرجول، نشيلها كلها تماما لانه بتخرش الامعاء. كمان منقار الراس، يعني هذا الراس بعد التنظيف، هذا قبل، المنقار اللي فوق واللي تحت كمان مؤذيين بيخرشوا الامعاء. كمان في عظام ما بحطها للقطط ابدا، هي هاي العظمة بتاعت الظهر اللي هي بتكون في هذا الجزء. عظمة الرقبة اكيد طبعا ممنوع تماما نحطها للقطط، لانه بتفوت في اسنانهم وبتعلق في سقف حلقهم، بتسبب لهم اختناق وموت بطيء. انا انقذت حالات كثيرة عندهم جروح في اللثة والتهابات لانهم بيحاولوا يشيلوها بضفيرهم، لكن للاسف ما بيقدروا لانها بتعلق في الاسنان وفك الحلق وبتموتهم. كمان هذه العظمة لازم ننتبه منها كثير، اللي هي بتكون في هذا الجزء اللي هي عظمة الورك، هذا الجزء وهذا الجزء سيء منها، حتى هذا الجزء اللي بيكون في الجنب في الطرف من هون سيء، هذا كله بيعلق في الحلق وبيسكره تماما، بموت موت بطيء. رجاء لو مهما كان انا ما بحط هاي العظام للقطط نهائيا، انا بسميها العظام الشريرة القاتلة، انتبهوا منها الله يرضى عليكم. بالنسبة لرجول الدجاج في كتير تعليقات كانت بتقول لي انه مش كويسة علشانهم بلاش كتير، انا بكل الاحوال يعني كل واحد منهم بيطلعوا حبتين ثلاثة بالكتير. لو تعرفوا الفوائد اللي في رجول الدجاج مش بس عشان الحيوانات، عشان احنا كمان، مهمة جدا جدا جدا، فيها كمية كولاجين رائعة جدا، مناسبة للبشرة، للشعر، لصحة الجسم، لتراوة الجلد، فيها فيتامين 12 مهم لصحة الخلايا العصبية، فيها فيتامين د، نسبة عالية من البروتين، مفيد جدا للنمو ولتقوية صحة العظام. يعني وصفة رجول الدجاج مثل وصفة الكوارع بالضبط بالنسبة لنا، وكمان فايدتها للإنسان عظيمة جدا، بتخلص من الالتهابات وغنية بالمعادن، بالسيلينوم، بالفوسفور، لها فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى، والأهم من هذا كله طبعا إنها رخيصة جدا جدا جدا. بنضيف طبعا هلا عشان الخلطة بنضيف شوربة بالتدريج، بنضيف شوية وبنحرك بعد ما نكون حطينا المعلبات القطط، بنضيف شوية شوية وبنحرك يعني لحد ما تصير طرية نوعا ما يقدر ياكلوها. وبحب اقول لكم انه هذه الخلطة انا بستعملها من زمان زمان كتير، تقريبا من ايام الفراعنة الله يسهل عليهم، وما خيبت معي ابدا، الكل بحبها وكلهم على مر العصور حبوها. وبالنهاية حبايبي أتمنى أكون أفدتكم وأسعدت قطتكم اللي حتاكل الخلطة السحرية، وصحة وعافية عليهم. أشوفكم حلقة جديدة من مطبخ منال مطبخ نوتيكات ومغامرات يومياتي مع حبايب القطط. أشوفكم على خير، مع السلامة وكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم على الكل.